باش غادي يقوم بالعرس ديالو. صباح تيسمع يا خير الله الكبير والى الله فرغبي، يا خير الله الكبير، الجهاد الجهاد، الجنة الجنة الجنة، حر العين، جنات تجي من تحتها الأنهار، ماشي قصور ديال الدنيا تجي من تحتها الوار الحار، الأنهار، يا أخي سيدنا جليبي فقد الفكر ديالو، الأخيرة خلو من الدنيا، يا سلام، مشى معادو ديك الساعة السوق، شاف راس عو، هاه، ديال الجهاد، الكام، سيف، كنانة، نبل، وتيدخل مع رسول الله الجيش الغازي خاغي كيجن بس الكفار. الله اكبر. كان داير لسان داير لسان، ان كانوا كيعملوا مع الله بالاخلاص ماشي بحالنا حنا اليوم كيدير الخير وين كيربحوا كيقول انا يدير فيها الخير واش انسان الخير ديالي انا دخلت الخدمه انا اللي كنت اني عاودت في العجل انا يعرفي كيف لا تصدر صدق باش بين مني لاش كتمني عليه لاش حركه العمل ديالك لاش هادي سكت دير الخير وسكت انا دخلتي الخدمة عاودتي في الفجر عاودتي نوضو الفجر او شريتي لو دور الكامريز او دخلتي الخدمة يسكت لا تفحص عليه بينا راه كان والو انا اللي عطيته انا اللي كنت معنا كاع مبني في الدار انا اللي كنت كنعاونو انا دخلتو الخدمة انا 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 ولي يا حركتي داك العمل كله مشالك اليس كذلك دير الخير وسكت ديك الساعة داير هو اللسان ما يعرف واحد كاع شكون هو طان 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 سخن واحد سخنة سيدنا جليبي في ميدان الحرب بدأت الرماح وشكتت الألسنة ونطخت الأسنة طف 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 قضي الأمر جا سيد ربا طح شهيد الله أكبر ما مات شهيد بقات يشعط في دمه الطاهر العطير ولا تحسب الذين قتلوا أموال بل إحياء عند ربهم لا غير ناس معركة انتصروا المسلمين دائما انتصر مع المسلمين دائما انتصر الله ديما انتصار للمسلمين غير هاد الحاله هادي اللي حنا عمرها ما دارتش التاريخ لا حول ولا قوه الا بالله طيب الصحابه بقوا كيجمعوا ولاد امامهم اللي عنده باه واللي عنده مو واللي عنده خوه شهيد كيجمعوا رسول الله كيشوف الصحابه كيجمعوا احبابهم حتى واحد ما فكرش ولا يبي قال لهم من يشي شهيد اليوم شكون اللي مات شهيد قالوا رسول الله مات شهيد فلان وفلان 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 قالوا شكون اخوه قالوا فلان وفلان 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 قالوا شكون شهيد جوج مرات لا ثلاثة قالوا شكون شاف الناس؟ قالوا فلان حتى قالوا يا رسول الله حتى أحد لا أحد حتى هذو هما اللي مات قالوا أنا أفقد جليبي حتى واحد ما فكر جليبي منهم شكون ضعيف إن جندي من جنود الله وجنود الله شكون كيعرفوا وما يعلموا جند ربك إلا هو أولياء الله كاع ما تعرفهمش كاع ماشي يقول لك الصافي شكون أنا حب الطهور هذا يخلك اللور فلا تزكوا أنفسكم واعلموا انا راني خصاب مني انا راني انا هوي اولياء الله كاع ما كيبانو ما تعرفهمش ما تعرفوش راه ولي من اولياء الله الا دعوه راه تخلي البلاد بحال كما كان اويس القرني رضي الله عنه كتعرف راه صحيح مسلم اويس القرني الدعوه مستشفه ها قالوا يا رسول الله هذا قال كان بارا بامه دعوه مستشفه ولكن زاد اويس القرني ماشي كان كيحلف الله ما قلت لا عجب الحلال حل مطعمك تشرب الدعوه ديالك إنما يتقبل الله منا راهو تساقين كل حلال شي كذب على هذا شرف هذا شي هذا الزور كدا حلال بحال أمه تيقول ودعوا مين يستجيبوا لك مين يستجيبك سبحان الله عندنا واحد إمام قريش عالم راه مثل الكتب ديال التوحيد وعندنا موحد عالم من العلماء مثلين القراويين ابن فاطمة الزهرية بنت عقبة بن نافع خد بالك والبلد الطيب نباته يبني ربي الله أكبر عالم من العلماء كبار أحر ميحان نعم نبغى تفيق التاريخ إلى آخره جا القحط شتا والو ما كاينش كثرة ما كاينش قال يا شيخ ودي معنا سارة لي سيسقى قالوا ندير بوحكم أنا نخرج قال علاش قال لهم لا حتى دير بوحكم ولا رجعوا المظالم عليها قال كيفاش إوا قال لهم فيكم اللي حق والديه اللي واك الناس كذا كي يستجيبوا لكم أنا ما نضيعش معكم الدعاء ديالي سيروا ما فيدهم إلا طبخوا داكشي اللي قال جاوا صالحوا مع الله قالوا مع اللي داز مع شي واحد رضوا حقه اللي كان ليش واحد كلاشي رضوا حقه يقولوا صافي هيا خرج معنا خرج من الغربة فتوش صلى الله عليه وسلم عاتين بوحدو بوحدو الغربة عاتين كانت تسمع يعني حرارة مفرطة زكاة ما كمل ديك الركعتين حتى كيشوفوا السماء خرجنا واحد غيام غويمة انتشرت رعت كل بواق تتعطى الشا واتسبو كتسمعوا واتسبو حمل عادي شحال كل شهور يا ليل ونهار حتى وليو قالوا يا شيخ
يا شيخ دعوا الله يحبس المطار خافها في المطار وراها غلقات البلاد أمر أضار أش قالوا هي قالوا ألف خير قراشي صلى ركعتين غرق كل شيء ما كان صلى ركعة يغرق معه في العالم بيسري السيس خوش كدير ها احنا كان خرجوا ها خارجين شحال كانت صلاة عنا إلا غير دعا بحمد الله ماشي صلاة ماشي صلاة بحال كان ديروا صلاة ليشيش ماشي ماشي غير يسقى كذلك نفينا لي وقت عباد الله في اللي كيتني في اللي كيكمي في اللي كيسكر عرف ناسو كيس يستجولك أمرنا في الله كذلك صلح مع الله صلح البلاد والعباد اصلح الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا أشيدي يا سيدي يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم أعيش مع القرآن ماشي تقاري القرآن يسألكم كنا قرأوا غير ذلك الطريقة بعد ذلك قرأوا بكم قال الله تعالى وارتل القرآن ماشي ما في منك عشق كوسي لا تحرك بي لسانك ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وارتل القرآن ما في منه والو كذلك فإذا قلت فأنت تستمعوا لو أنسيتوا أثبات هذا هو القرآن كان رسول الله كيقرأ أو كيسمعوا من عند الصحابة دار عبد الله بن مسعود قال عبد الله مسعود قرأ لي القرآن تكون عبد الله مسعود في المير مباشر رسول الله عالم علماء الصحابة تعشف قال رسول الله واش نزل عليك وقرأ عليك قال بغي يسمع من غيري وقرأ عليك صوت النساء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشاي يجينا أبقى القرآن تيسقرأ نديرو في تيقولو في الكاسيطة ونديرو في السيدي في داري ونخرج كلام اش جاي يدير ولا تعالي شوفي فيا انا تاني سيدنا عالي دخل في الدار شاف فاطمة قال كتعبد الله كلها بنت النبي اش كدير كطحن بيد وكتقرا القرآن باللسان وكترد الحسن بنت النبي بنت النبي ماشي كتصوب القهوة يبعث لي جواب ويطمني عيناك في عينيه في شفتيه يجهدنا كل شيء هكذا مصحيها كلام الله الويل في بيوتي أدوا أن ترفع الكرة فيها هذه هي بيوت المسلمين هذا هو مشرع المسلمين هذه حياة المسلمين اللي بغى بغى واللي ما بغى الشر الحق هذا هو بيوت المسلمين دار المسلمين فيها القرآن ليل نهار في العرس ليل القرآن الموعظة الدرس إذا كان واعظ ولا عالم يصعد يصعد سماء لعند رب العالمين بس الله كينزل عليهم الرضا الله أكبر كيف راح كيف راح لين الله لحومها والدماء وإن له إليه يسعد الكريم والعمل الصالح يرفعه في العرس الفرح ماشي في الغضب ماشي كذلك ماشي الغضب الله ماشي كذلك لو كذا هذا هو مجتمع المسلمين هذا هو مجتمع المسلمين لا تقراوش لا تسقفوش لا تديروش حضارة تعيشوا حياة طيبة سعيدة سعادة 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 تعيشوا سعادة في الأرض الله يبارك لكم السعادة ولكن بلا شرط اذكروه اذكروني أذكركم أذكروني أما بني إسرائيل قسموا غير المكلة أشرب قالوا يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنا أمت هل كاكلوا غير مكلة أخشوا غير يأكل غير يعرف من ميتي تينيني الوطي الفيسي صافي أما المؤمن لا يخشوا يذكر هو سيكون هو سيذكر هيا فاطمة كتطحن وكتذكر كتصدع كتذكر إحنا لك التعامل تكون عليه ذكر الله فيك سانتا إليك في مؤمن فيك مؤمنة طوموبيل ديال فيها السيدي تاكسي ديال فيه السيدي الكار ديال فيه السيدي فيك سنينات يلا عطا من الناس كاع ها التشريب ها الدروس هادي كاتير الكار في الفاسة كاينة ندير درس من عالم من علماء المسلمين كاين موجودين يفيدوا انت شايب 24 بحاجين واحد كتدخل في الأجرة وتفيد الناس باش تضلهم يرموا الشطاحة ويلي تعالي نعطوه زيدي فيا هما دار اللي يزيد ضلهم عاد باش كذلك حشموا شوية من الله حشموا هذا هو الحياء هذا هو الحياء الله حي كريم يا من الله ما يشوف إلا 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 المكان اللي يبغي وما يسمع منك إلا الكلام اللي يبغي وما يسمع كتسمع إلا الكلام اللي يبغي إلا كنتي مؤمن ماشي رانا مؤمن القلب هنا أنا كندير الخير ما فيها فين من هي الإيمان في القلب هنا هو في القلب والكفر فين تيكون في المؤمن راحنا فاهمين الإنسان مقلوب بالسيف ولادنا يضلوا بالسيف الشباب يضل بالسيف مجتمع في لا دين لا غير غالي الهوى اللي جاي يديه الهوى اللي جاي يديه جاي عيقا وريات الديه ما عندك تطريق لا دين لا ديني علاش انا خصو الاسرة خصو المجتمع خصو دار يكون فيها قرآن خصو السيرة خصو باه يكون في المستوى
سب بك شيء ما يسب شمو ضيف على أمك هذا قال لا وش هالدين 40 عام قال كل راسي واخذ من وراه أمره ما يسب سميتها أقوم ما يعيش عيشها إيه إيه كذي أمره نوع أو أمر رسول الله السعودي عيد كان عنده ما قال عيشة أو ميمونة إيش هذا هذا كذي أو إحنا كسكرسنا على أمره والله ناس كسنا عليها بشير نادونا كيف قلتوا حتم يعني ريحتوا حق المرأة حقا قال عبد الحليم أبو شقة قال لك المرأة المسلمة تقدمات مسكينة بين جاهليتين الجاهلية الأولى ديال القرن الرابع عشرين العاشر القرن العاشر والجاهلية الوافدة من أوروبا حتى واحد تقوم مع طول المرأة حقها قالوا مع أن المرأة جوهرة مكنونة وياخذها مسيونة إلى سرباس كما قال حافظ إبراهيم الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق الأم شوف الغير اللي قال عليها القرآن ما تذكرش كانت اسمها الشخصي مرة واحدة هي مريم واحدة مريم وألم شكون أنت ما قالش حواء لماذا سميت حواء لأن أخويا اسم شيء حي باك نعس خدي طلعة كون لي المرأة المرأة واحدة اللي مذكرك اسمها الشخصي مرة واحدة هي مريم هي حالة خاصة ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة يا سلام وروادس التي هو في مقاشيش وليخة التي عبر عنها بالتي اسم موصول للمفرد المؤنث التي ولكن شاب شكون هو كبغيك الشباب يوسف عرضت عليه الجسم ديالها جوليخة الجمال والأمارات والحكم والشاه وشغفها حبة الشغف أو الشغف واحد بلاصة في القلب لو فوند كور داخل سميتو الشغف إذا دخلت الحاجة تما يموت عليها يموت الشغف وشغفها حبة لا نعم شغفها حبة خل الحب ديالو في قلبها شركها أجلس وغلقات ما قاشي وأغلقات وغلقات الأبواب وقالت حتالك قال شنو قال حتى هو عاوتاني هكا بغيت تقول لها عاوتاني هي تعيط عليك ماشي هي دايزه في الشارع هو قول ربي فاق يا شباب يا شباب يا دي يا شباب عبد راخيق شدات الباب وهي اميره قالت له هيت لك تهيئت لك اش قال لها معاذ الله لا اني اخاف الله رب لا بعزمني ابدا لا ابدا وشيتك بهذه الفاحشه الجليخيه ابدا قالوا معاذ الله ان ربي احسن من الوالد ربي كرمني ودار فيا الخير وعطاني الصحه وانا عصاه كما قال حسن البصري قالوا لي يا حسن انت سعيد بس سعيد قالوا اربعه اشياء علمت ان الله مطالع علي تستحيل انا راني على معصيه وعلمت ان رزقي مضغول ياخذ سيوي وعلمت ان الموت ينتظرني فعدت الزلقاء ربي وعلمت ان عملي لا يقوم بسيوي فاشتغلت به اربعه اشياء منطق العزه يا ضرب الدجاج صلى الله على محمد اشكي الله يجزيك بخير قم ضيع لنا الشباب ديالنا